بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبسائر الصالحين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، وصلنا إلى قول الشيخ: وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا الآية. قال: نزلت في الأسارى يوم بدر، منهم العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحرث أو الحارث وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم. قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن يريدوا خيانتك إن كان قولهم كذبا فقد خانوا الله من قبل، فقد كفروا وقاتلوك فأمنك منهم فأمنك الله منهم، فقد كفروا وقاتلوك فأمنك الله منهم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قال: إن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاث منازل: منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه في الهجرة، خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم وأموالهم. وفي قوله: والذين آووا ونصروا، وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة وشهروا السيوف على من كذب وجحد. فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض، جعل الله بعضهم أولياء بعض. وفي قولهم: والذين آمنوا ولم يهاجروا، قال: كانوا يتوارثون بينهم إذا توفي المؤمن المهاجر بالولاية في الدين، وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر، فبوأ الله المؤمنين المهاجرين من ميراثهم، وهي الولاية التي قال الله تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكان حقا على المؤمنين الذين آووا ونصروا إذا استنصروهم في الدين أن ينصروهم إن قتلوا،
إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، ولا نصر لهم عليهم إلا على العدو الذي لا ميثاق له. ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك أن ألحق كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين آمنوا ولم يهاجروا، فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيبا مفروضا، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار، فآخى بين حمزة بن عبد المطلب وبين زيد بن حارثة وبين عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وبين أبي بكر وطلحة بن عبيد الله وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. وقال لسائر أصحابه: تآخوا وهذا أخي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فأقام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الأنفال، وكان مما شدد الله به عقد نبيه صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا، إلى قوله: لهم مغفرة ورزق كريم. فأحكم الله تعالى بهذه الآيات العقد الذي عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. يتوارث الذين تآخوا دون من كان مقيما بمكة من ذوي الأرحام والقرابات، فمكث الناس على ذلك العقد ما شاء الله، ثم أنزل الله تعالى الآية الأخرى فنسخت ما كان قبلها فقال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقرابات: ورجع كل رجل إلى نسبه ورحمه وانقطعت تلك الوراثة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني في الميراث. جعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من ميراثهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين، يعني إن استنصر الأعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدوهم، فعليهم أن ينصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فكانوا يعملون على ذلك حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخت التي قبلها وصارت المواريث لذوي الأرحام. وأخرج أبو عبيدة وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا
أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال كان المهاجر لا يتولى الأعرابي ولا يرثه وهو مؤمن، ولا يرث الأعرابي المهاجر. فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا، قال كان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا المهاجر يرث الأعرابي حتى فتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجا. فأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس، والنحاس في ناسخه، وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال نزلت هذه الآية فتوارث المسلمون بالهجرة، فكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئا، حتى نسخ ذلك بعد في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فخلط الله بعضهم ببعض وصارت المواريث بالملل. وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن بريدة رضي الله عنهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن آتوا فاقبل منهم وكف عنهم. قال فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصحها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال نهى المسلمون عن أهل ميثاقهم، ف
فوالله لا أخوك المسلم أعظم عليك حرمة وحقا، والله أعلم. قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق أبي مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل من المسلمين: لنورثن ذوي القربى منا من المشركين. فنزلت: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قال: نزلت في مواريث مشركي أهل العرب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني في المواريث، إلا تفعلوه يقول: ألا تأخذوا في المواريث بما أمرتكم به. وأخرج الإمام أحمد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أي البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والطلقاء من قريش، والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. وأخرج الحاكم وصححه وابن مردوية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الإمام الرحبي رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. أن الرق مانع من الميراث، وأن القتل مانع من الميراث، وأن اختلاف الملتين مانع من الميراث. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يحيى بن أبي كثير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه فانكحوه كائنا ما كان، فإن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه فانكحوه، أي زوجوه، كائنا ما كان، فإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. أخرج ابن المنذر وأبواب الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ترك رسول الله
صلى الله عليه وسلم الناس يوم توفي على أربعة منازل: مؤمن مهاجر والأنصار، وأعرابي مؤمن لم يهاجر، إن استنصره النبي نصره وإن تركه فهو إذن له، وإن استنصر النبي صلى الله عليه استنصر النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا عليه أن ينصره. وذلك قوله تعالى: استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والرابعة: التابعين بإحسان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه مثله، وأخرج الإمام ابن سعد وابن أبي حاتم والحاكم وصحها، وابن مردوية عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أنزل الله فينا خاصة معشر قريش والأنصار، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة، قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان، فواخيناهم وتوارثنا، فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد، وآخى عمر رضي الله عنه فلانا، وآخى عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي. قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك، وورثناهم. فلما كان يوم أحد قيل لي: قتل أخوك كعب بن مالك، فجئته فانتقلته، فوجدت السلاح قد ثقله فيما نرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردوية عن ابن الزبير أنه كتب إلى شريح القاضي: إنما نزلت هذه الآية، إن الرجل كان يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك، فنزلت الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فلما نزلت ترك ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: إن ابن مسعود رضي الله عنه لا يورث الموالي دون الأرحام، ويقول: إن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هيهات هيهات، أين ذهب؟ إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب. فنزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أنه يورث المولى. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: نسخت هذه الآية ما كان قبلها من مواريث العقد والحلف والمواريث بالهجرة، وصارت لذوي الأرحام. قال: والابن أولى من الأخ، والأخ أولى من الأخت، والأخت أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم، وابن العم أولى من الخال، وليس للخال ولا العمة ولا الخالة من الميراث نصيب في قول زيد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي ثلثي المال للعمة والثلث للخالة،
إذا لم يكن له وارث. وكان علي وابن مسعود يردان ما فضل من الميراث على ذوي الأرحام على قدر سهمانهم غير الزوج والمرأة، أي والزوجة، فإنه يرد على القرابات ما عدا الزوجية، فلا يرد على الزوج ولا يرد على الزوجة. وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال: كان لا يرث الأعرابي المهاجر حتى أنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توارثت المسلمون لما قدموا المدينة بالهجرة، ثم نسخ ذلك فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأخرج الطيالسي والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. إنما يرث أولو الأرحام إذا لم يكن من القرابات بالنسب أحد، فيرد على ذوي الأرحام ما يقربهم من رحمه، وله ميزان معروف عند أئمة المواريث. سورة التوبة مدنية وآياتها 29 و100. أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت براءة بعد فتح مكة. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة التوبة بالمدينة. وأخرج ابن مردوية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أنزل الله بالمدينة سورة براءة. وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: مما نزل في المدينة براءة. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر والنحاس في ناسخه وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن الضريس وابن المنذر والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردوية
عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت تامة براءته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.